اخبار راس الساعه من اون لايف، اسعدتم اوقاتا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجان فنيه لتقييم عمليات الصيانه في شبكه السكك الحديديه. وخلال اجتماعه بوزير النقل هشام عرفات لمتابعه نتائج التحقيقات الاوليه في حادث قطاري الاسكندريه، اكد السيسي اهميه التوسع في نظم الاشارات الكهربائيه في الشبكه. كما شدد السيسي على سرعه الانتهاء من التحقيقات الجاريه حول الحادث ومحاسبه المقصرين. وضعت الحكومة المصرية خطة لتطوير مرافق هيئة السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة، تشمل رفع كفاءة العاملين والعمل على التجديد الشامل لشبكة السكك الحديدية وتطوير منظومة السلام والأمانة في الشبكة. في إطار إعادة بناء الدولة المصرية عقب ثورة 30 من يونيو وسعيا لتنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030، يحتل ملف تطوير وإصلاح منظومة السكك الحديدية في مصر أولوية قصوى في ملفات الحكومة. الخطة الطموحة لتطوير هذا المرفق جاء في مقدمة أهدافها الاهتمام برفع كفاءة العاملين بهيئة السكك الحديدية والعمل على التجديد الشامل للسكة الحديد بطول 1200 كيلومتر بتكلفة 5 مليارات جنيه وتوريد عدد من المعدات الحديثة وقطع الغيار بتكلفة 40 مليون يورو وتجديد الأحواش الخاصة بقطارات البضائع على مستوى الشبكة بتكلفة 150 مليون جنيه. احنا ربنا وفقنا وعملنا عقد في رمضان اللي فات، يمكن حضراتكم عارفينه، اللي هو الخاص بالجرارات اللي هي الخاصه بالبضائع، اللي هي ال 100 جرار اللي هم خاصين بالبضائع، و الصيانه واحياء ال 81 جرار اللي تم استخدامهم في سنه 2008 وتوقفوا نتيجه عدم وجود قطع غيار وعدم وجود صيانة لهذه الجرارات. كما تشمل الخطة تطوير منظومة السلامة والأمان على الشبكة عبر تطوير نظام التحكم الآلي على خطوط السكة الحديد لمواكبة أحدث الأنظمة العالمية، فضلاً عن مشروعات كهرباء الإشارات. لازم يتم التكامل مع خطة السكة الحديد لتطوير البنية الأساسية مع خطة السكة الحديد تطوير البنية الفوقية أو الوحدات المتحركة اللي هي تقع من ضمنها الجرارات. وتشمل الخطة إصلاح وتحديث 650 جراراً والتعاقد لتوريد 6 قطارات مكيفة بتكلفة 126 مليون يورو والتفاوض مع الشركات العالمية لتوريد 700 عربة مميزة وتطوير 50 محطة قطارات سنوياً بتكلفة 150 مليون جنيه وتطوير أداء الشركات التابعة للهيئة من أجل تعظيم الاستثمار والاستفادة منها في مجال نقل البضائع. الخطط تهدف للاستفادة من إمكانيات السكك الحديدية وتحقيق فوائد مالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ويعد تطوير هذا المرفق من الخطط طويلة الأمد لضخامة الميزانيات التي يتطلبها هذا التطوير ولإزالة الإرث الثقيل الذي عانى منه طوال العقود الماضية، إلا أن الغد يحمل الأمل لهذا المرفق ليقود قاطرة التنمية في مصر. يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا جولة أفريقية تستغرق 4 أيام، يزور خلالها تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد. وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة إن جولة الرئيس الأفريقية تأتي في إطار انفتاح مصر على قارتها وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بالدول الأفريقية في كافة المجالات وتكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، فضلا عن تدعيم التعاون مع هذه الدول على كافة الأصعدة.
أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة لعدد من الدول الأفريقية في تدعيم العلاقات مع هذه الدول. وفي تصريحات لأون لايف أشار عبد العاطي إلى الترحيب الكبير الذي يحظى به الخبراء المصريين والشركات المصرية في دول القارة الأفريقية. في 4 دول إن شاء الله هيبقى في زيارة ليهم. ده جزء مهم قوي اللي هو تدعيم العلاقات مع أفريقيا. أفريقيا فيها فرص كتيرة، فرص استثمار، فرص تعاون. احنا محتاجين لأفريقيا وأفريقيا محتاجانا. في ترحيب كبير قوي بالتواجد المصري، سواء شركات مصرية أو عاملين مصريين أو خبراء مصريين في الدول ديت بيستعينوا بخبراتنا، بنساعد دول أفريقية كتير بالنسبة لمجال المية، الكفاءات أو الخبرات الفنية بتاعت وزارة الموارد المائية والري منتشرة في كل أفريقيا، من أول جنوب أفريقيا لحد أقصى الشمال. في كل مكان في أفريقيا في تواجد للري المصري فيها. بالرغم من قلة الموارد المالية التي تمتلكها تشاد، فإن هذه الدولة الصغيرة تربعت على قائمة الدول التي لها تاريخ طويل في محاربة الإرهاب والجماعات المسلحة بحكم موقعها الجغرافي. بالجغرافيا والتاريخ تمثل تشاد رقما هاما في معادلة الأمن والاستقرار بإفريقيا. تقع تشاد وسط القارة الإفريقية وتعتبر حمزة الوصل بين شمال إفريقيا وآسيا وأوروبا. دخلت دائرة الاهتمام الإقليمي والدولي في إطار الجهود المبذولة لمحاصرة الجماعات المسلحة في ليبيا والحيلولة دون قيامها بالفرار إلى دول جوار ليبيا وبخاصة إلى العمق الإفريقي. فعلى مدى قرون بقيت الأراضي التشادية في حد ذاتها مطمعاً للحركة المسلحة الساعية لنهب ثرواتها التي تعج بالذهب والنحاس واليورانيوم الخام. ولمواجهة تلك الجماعات لجأت السلطات التشادية إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية الاحترازية على امتداد حدودها مع ليبيا تحسباً لأي أعمال إرهابية. فوفقاً لتقارير الاستخبارات الغربية، فإن تشاد باتت معبراً محتملاً للعناصر الإرهابية وبخاصة عناصر داعش للتسلل إلى أعماق الصحراء الإفريقية بحثاً عن الملاذات الآمنة في أعقاب الضربات الناجحة التي تلقاها التنظيم في عدد من الدول. فرنسا بدورها عززت من تواجدها العسكري في تشاد وقررت إطالة أمد تواجد قوة مكافحة الإرهاب على الأراضي التشادية لتعزيز قدرة قوتها على مقاومة أنشطة الإرهاب المحتملة. وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الفرنسية، يوجد على الأراضي التشادية 4000 جندي فرنسي من القوات الخاصة، جهود حثيثة تقودها تشاد للحرب على الإرهاب. فوفقا لرئيسها إدريس ديبي، فإن البلاد أنفقت من مواردها أكثر من 512 مليون دولار في حربها ضد الإرهاب دون أي مساعدة خارجية، وهو ما يضع تشاد في مصاف الدول التي تقود حربا ضروسا ضد الإرهاب. التقى وزير الخارجية سامح شكري وزيرة خارجية جمهورية غينيا مكالي كامارا لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. وأكد شكري اهتمام مصر بتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية والزراعية بين البلدين، معربا عن تطلعه لعقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة في شهر نوفمبر على مستوى وزيري الخارجية. وتطرقت المباحثات كذلك إلى التنسيق المشترك، خصوصا مع تفاقم حجم التحديات التي تواجه دول القارة الأفريقية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن وتسوية النزاعات. كما استعرض الوزيران برامج التعاون القائمة بالفعل في مختلف المجالات، فيما تم الاتفاق كذلك على خطة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذها واستشراف برامج ومشروعات جديدة للتعاون. أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة تطوير قانون تيسير ترخيص المنشآت الصناعية بعد عرضه على مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب. قدرنا نطور قانون تيسير ترخيص المنشآت الصناعية، وده قانون ما كانش بالسهولة انه يخلص نتيجة تشابكات كثيرة ونتيجة البيروقراطية الموجودة اللي احنا كلنا كوزارة وكهيئات وكحكومة بنحاول نتغلب عليه. الحمد لله بعد المناقشة مع كل شركائنا في الصناعة، وزارة التجارة والصناعة تقدمت بيه لمجلس الوزراء
وتم المناقشة فيه المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء وتم إرساله إلى البرلمان وحصل مناقشات عديدة عليه في لجنة الصناعة. والحقيقة برضو يعني بشكرهم على التفاهم وسرعة تمرير هذا القانون اللي حظى بتأييد شديد في مجلس النواب. أما رئيس هيئة التنمية الصناعية أحمد عبد الرازق فقال إن بإمكان المستثمر الآن الحصول على رخصة التشغيل قليلة المخاطر خلال أسبوع واحد، فيما يتم تسليم الرخصة الخاصة بالمشاريع عالية المخاطر خلال شهر على الأكثر. جاء ذلك خلال مؤتمر عقده وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل للإعلان عن عدد من القرارات الجديدة المتعلقة بتنمية القطاع الصناعي. أخيرا ظهر القانون الحلم، هو فعلا قانون حلم كان بيحلم به كل مستثمر صناعي في مصر، ان هو يحصل على رخصة التشغيل بتاعته اللي كانت بتاخد منه اكتر من 600 يوم علشان يقدر ان هو يحصل على رخصة التشغيل لو كان حظه كويس، وكان بيضطر يعدي على 11 جهة علشان يحصل على رخصة التشغيل. لما القانون النهاردة بلائحته التنفيذية وبصدورها بيقول له ان هو يقدر يحصل على رخصة التشغيل لو هو منخفض المخاطر، من نوع من انواع الصناعة المنخفضة المخاطر اللي تمثل 80% من الصناعات اللي موجودة ويحصل عليها في خلال اسبوع. هو فعلا بيبقى معاه الرخصة بمجرد اختارنا الاسبوع ده، احنا مدينه فرصة بس للاصدار الشهادة في حد ذاتها. بالنسبة لعالية المخاطر الموضوع ما هوش صعب، أقصى حاجة شهر يحصل على رخصته. شهد وزير الثقافة حلم النمنم افتتاح معرض الكتاب بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية. كان وزير الثقافة قد افتتح اليوم مع محافظ الغربية أحمد ضيف صقر معرض طنطا الثاني للكتاب بمدرسة صادق الرافعي، والذي يستمر من 12 وحتى 21 من الشهر الجاري، حيث أقام الوزير جولة في أجنحة المعرض تفقد خلالها الكتب المعروضة في الأجنحة ودور النشر المشاركة في هذا المعرض. يغلق اليوم موقع تسجيل الرغبات الثانوية الأزهرية لكليات جامعة الأزهر أبوابه، حيث سجل أكثر من 45 ألف طالب وطالبة رغباتهم من أصل 55 ألف ناجح بالدور الأول. وسيتم فتح التسجيل مرة أخرى عقب نتيجة الدور الثاني الذي تبدأ امتحاناته في 19 من هذا الشهر. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الزميل عمر نور الدين مراسلنا على الهواء مباشرة. عمر، أي التفاصيل أولى بالاهتمام والرعاية في هذا الإطار؟ نعم، يعني التأكيد على مسألة إغلاق الموقع الإلكتروني ل يعني إمكانية التقديم عليه في 12 مساء أو 1 صباحا لم يحدد بعد، لكن كان يفترض أساسا أن يغلق هذا التقديم في 1 ظهرا اليوم، لكن تقرر مده. هو كما أسلفتم في صدر الخبر لطلاب الدور الأول الناجحين ما يزيد عن 55 ألفا بقليل، تقدم منهم كما أفادتنا قبل قليل مهندسة منى ماهر مدير مركز معلومات والتوثيق بجامعة الأزهر من هنا، أن تقدم نحو ما يزيد عن 47 ألفا أي ما يعادل 86% تقريبا هذه المرحلة. يفترض أن المرحلة الثانية أو الدور الثاني الناجحين من الدور الثاني سيخولون التقديم على الموقع الإلكتروني منذ أو ابتداء من 19 من هذا الشهر أيضا، ولكن لم يعرف بعد مدى التقديم أو المدى الزمني لإتاحة هذا التقديم الإلكتروني. التقديم الذي سينتهي مساء اليوم، التقديم الأول بدأ منذ عمر، هل اتضحت الصورة فيما يتعلق بالكليات التي لا تزال متاحة أمام الطلبة الذين سيلتحقوا في المرحلة الثانية من هذا التنسيق بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني؟ لعلي سألت هذا السؤال لكن هذا ليس واضحا تماما. يفترض بعد غلق الباب أمام التقديم أن تتجلى الصورة يعني بشكل أكبر. 80 كلية أو 80 كلية هي التي يتقدم عليها الطلاب 55 أو 47 ألفا، ومن أو الأماكن المتبقية سوف يتقدم عليها باقي طلاب الدور الأول وطلاب الدور الثاني.
وطبعا هذه النسبة أساسا كانت زائدة عن السنة الفائتة، يعني هي نسبة غير مسبوقة. أعزتها المهندسة منى لعدة أمور، منها الإتاحة الإلكترونية لشبكات ومواقع بحثية عدة أتاحت للطلاب الولوج إلى المعلومات بشكل أكبر، خاصت بالذكر بنك المعرفة المصري الذي يفترض أن يعني شيخ الأزهر أعطى يعني توجيهات بفتح حسابات لمن يريد ومن يريد أن يبحث في هذا البنك بدون يعني الحساب على هذا الحساب على بنك المعرفة على حساب أو هذه التكلفة تدفعها الجامعة. وأيضا مهدت لي أمر أخير أحمد، وهو مركز المعلومات الذي سيفتتح خلال أيام، هو لربط الجامعة بفروعها المختلفة، ثلاث مقرات أساسية في الوجه القبلي الأسيوط والبحري في طنطا وهنا في مدينة نصر. أحمد، شكرا جزيلا لك عمر نور مراسلنا من أحد مراكز تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية، شكرا جزيلا لك. جولتنا الإخبارية مستمرة مع حضراتكم بعد فاصل قصير، تكرموا بالبقاء معنا. أهلا بحضراتكم من جديد. إلى الكويت، حيث اعتقلت أجهزة الأمن مدانا هاربا يدعى مصطفى خان في قضية خلية العبدلي الإرهابية. وكانت قوات الأمن قد اعتقلت 12 شخصا من أصل 14 متورطا في القضية، ويعد خان هو المعتقل 13 في هذه القضية. يشار إلى أن محكمة التمييز في الكويت كانت قد أصدرت في يونيو الماضي حكما غيابيا بالسجن المؤبد على العقل المدبر لهذه الخلية بتهمة التخابر مع إيران وميليشيا حزب الله اللبناني، وقد سجن 20 متهما بين 5 إلى 15 سنة. أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور جرجاش أن أفضل سبيل لدولة قطر للخروج من أزمتها الحالية هو العمل بجدية لتبديد مخاوف جيرانها من زعزعة استقرارها كدول ذات سيادة. ووصف جرجاش قطر خلال لقاء مع وسائل إعلام هندية بنيودلهي بأنها دولة ممولة للإرهاب، كما أكد أن قناة الجزيرة عبارة عن منشور للإخوان وبالتالي تمثل تهديدا واضحا للسلام. قتل ما لا يقل عن 25 من مسلحي تنظيم داعش وأصيب آخرون خلال عملية إنزال نفذها الجيش السوري مدعوما بغطاء جوي روسي في شمال منطقة واحة الكوم في مثلث الحدود الإدارية بين محافظات الرقة وحمص ودير الزور. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل 6 من القوات الحكومية، لافتا إلى أن الجيش تمكن خلال العملية من التوغل داخل محافظة حمص، اقترب أكثر من فرض طوق كامل على آلاف الكيلومترات التي يسيطر عليها مسلح التنظيم في محافظتي حمص وحماة. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن مناطق تخفيف التوتر بسوريا مفتوحة لتلقي المساعدات الإنسانية والدعم مطلوب من المنظمات الدولية. وأضاف شويغو أن مناطق سيطرة دمشق توسعت تضعفين خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن دير الزور هي إحدى النقاط الرئيسة في سوريا وأن تحريرها سيظهر مدى النجاح في الحرب على داعش على حد تعبيره. أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عثمان الغانمي استعداد قواته لبدء عملية تحرير قضاء تل عفر بمحافظة نينوى من أيدي مسلح داعش. وأشار الغانمي إلى جاهزية جميع الخطط العسكرية وانتشار القوات في المواقع المحددة تمهيدا للشروع في تحرير القضاء بعد الحصول على الضوء الأخضر من رئيس الوزراء حيدر العبادي. وأضاف أن القوات ستشن عمليات تمهيدية واستباقية قبل بدء عملية تحرير تل عفر. إلى كينيا، حيث قتل نحو 11 شخصا في اشتباكات بين معارضي الرئيس أوهورو كينياتا وعناصر من الشرطة خلال أعمال عنف شهدتها العاصمة نيروبي. وقد شهدت كينيا أعمال شغب في بعض المناطق بعد إعادة انتخاب أوهورو كينياتا لولاية ثانية تستمر 5 أعوام فيما رفضت المعارضة نتائج الانتخابات. كانت لجنة الانتخابات المستقلة في كينيا قد أعلنت فوز الرئيس الحالي أوهورو كينياتا بالانتخابات الرئاسية في البلاد. قال مسؤول عسكري أمريكي إن عددا من قيادات تنظيم داعش الإرهابي قتلوا في ضربة جوية أمريكية في أفغانستان. وأضاف بيان للقيادة الأمريكية في كابول
لهجوما وقع الخميس الماضي في إقليم كورنار بشرق أفغانستان أسفر عن مقتل 3 من قيادات التنظيم، من بينهم أمير الإقليم الأفغاني التابع لتنظيم داعش. بدوره اعتبر قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون مقتل عدد من قيادات التنظيم ضربة جديدة للقيادة العليا في التنظيم المتطرف. رياضيا، يرفع قطباء إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة حالة التأهب القصوى استعدادا لمواجهة الكلاسيكو المرتقبة بينهما 10 مساء اليوم في ذهاب كأس السوبر الإسباني. وتذيع أون سبورت مباراتي الذهاب والإياب للكلاسيكو بين العملاقين الإسبانيين، حيث ستكون مباراة الذهاب على ملعب برشلونة الكامب نو اليوم، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب ريال مدريد سانتياغو برنابيو الأربعاء المقبل. ويسعى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لكسر عقدة عدم التسجيل على ملعب فريقه في لقاءات الكلاسيكو أمام ريال مدريد منذ أكثر من 1700 يوم. في المقابل، تنتظر جماهير ريال مدريد عودة كريستيانو رونالدو أساسيا خلال هذه المواجهة بعد مشاركته بديلا في مباراة السوبر الأوروبي ضد مانشستر يونايتد. قال المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي إن المباراة الودية التي فاز فيها فريقه على ريال مدريد في ميامي علامة جيدة، لكنها ليست مؤشرا يضمن لفريقه الفوز على الريال، مضيفا أن افتقاد الفريقين للبرازيلي نيمار والكرواتي لوكا مودريتش لن يؤثر عليهما بشكل كبير. مباراة ميامي الودية التي فزنا بها علامة، ولكنها ليست مرجعية لمباراة الغد. لقد كانت في النهاية مباراة ودية بظروف معينة. مودريتش لاعب كبير، ولكن الريال يمتلك لاعبين كبار للعب مكانه مثل كوفازيتش وإسكو. غيابه بالفعل حساس، ولكن لديهم بدلاء. نيمار لاعب كبير، ولكن يوجد لدينا أيضا لاعبون كبار ولديهم الرغبة في إثبات أشياء معينة. غيابه يعوض بالنظر للأمام وليس إلى الوراء. ليس لدي علم عن العديد من الصفقات التي يجرى الحديث عنها. لا أعرف شيئا عن كوتينيو ولا حتى باولينيو. نحن نتحدث أكثر عن الكلاسيكو، وهو أكثر ما يهمنا. ختام النشرة تذكير بعناوينها. خلال اجتماعه بوزير النقل، الرئيس السيسي يوجه بسرعة تحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية. وزير الخارجية يلتقي نظيرته الغينية لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين. العالم يترقب كلاسيكو الأرض اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني، وأون سبورت تنقل المباراة. جولة رياضية جديدة بعد دقائق من الآن بحول الله. إلى الملتقى.